يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أرى بعضا من الأئمة يقرؤون في صلاة الفجر أحيانا بسورة الزلزلة في الركعة الأولى ثم يكررها في الركعة الثانية، فهل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في السفر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ما كان يقرأه في الحضر. نعم، وهؤلاء يتكاتلون عن السنة في الحضر، فلا يقرؤون من طوال المفصل ولا يقرؤون في الفجر قراءة طويلة، كلهم يكسر. لكن الزلزلة حيث أنها سورة قصيرة يحرصون عليها، يقولون نعمل بالسنة، السنة هذا في السفر. نعم.